عظم الله لك الأجر يا رسول الله. عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين. عظم الله لك الأجر يا مكسورة الأنظار. أعظم الله لك الأجر سيدي يا أبا محمد أيها المسموم المظلوم. أعظم الله لك الأجر سيدي يا زين العابدين. أعظم الله لكم الأجر سادتي وموالي آل بيت رسول الله. أعظم الله لك الأجر سيدي يا فرج الله يا حجة الله يا ابن الحسن. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العُعدا طحنت ضلوعا قتلت وال أمية ضامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. أعظم الله لك الأجر سيدتي ومولاتي يا زينب. أعظم الله لكم الأجر يا مؤمنين يا سادة يا محبين. أفرد القوم حسينين بلا ناصر ولا معين. بعد أن قتلوا صحبه وأهل بيته ووقف يطلب ناصرا فلا يجد من يجيب استغاثته أو يلبي استنصاره ما خرج إلا من خلفه يتوكأ على عصا يجر سيفه بيده. لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله. التفت فإذا هو العلي زين العابدين. هنا التفت إلى أخته زينب صاح أخي احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد.
فأرجعته العقيل إلى فراشه، ثم أقبل طلبا ثوبا لا يرغب فيه أحد ليضعه تحت ثيابي، فإنه مقتول ومسلوب. فلما جيا له بتبان رفض أن يلبسه لأنه من لباس أهل الذلة، وأخذ سراوي الحبر مزقها ولبسها تحت ثيابي، وودع عياله في الوداع الأول وهن ينحن في أمان الله. يا أبا عبد الله، أقبل إلى القوم يقاتلهم طلب المبارزة، فلم يزل يقتل كل من برز إليه. بأبيه وأمي حمل على ميمنتهم وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني أحمي عيالات أبي. وحمل على الميسر وهو يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. آجركم الله هذا وقائد اشتد به العطش، فحمل من جهة المشرع على عمرو بن الحجاج الزبيدي، وكان في 4000 فارس، فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس الماء. فلما هم فرسه أن يشرب خاطبه الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، ولا أشرب حتى أتشرب. أجركم الله، يقولون كأن الفرس فهم كلام الإمام، فرفع رأسه ولم يذق من الماء قطرة. يا الله يا الله يا الله. عندها اغترف الإمام غرفة من الماء، فلما أراد أن يدنيها من فمه خاطبه رجل من الأعداء: يا حسين، أتلتذ بالماء وقد هتكت حريمك؟ فرمى الماء على الماء وأسرع نحو المخيمات، فوجدها سالمة، فعلم أنها مكيدة من الأعداء. آجركم الله، فلما أراد الانقلاب الأخرى إلى ميدان القتال، صاح بالنساء: أخي زينب، يا رباب، يا سكينة، يا رملة، يا ليلى، بنات علي وفاطمة، الوداع الوداع، فهذا آخر الاجتماع، وقد قرب منكن الافتجاع. ومصيبتا بوداعة الله يصيح: زينب يا أسكين،
حافظكم الله وطبق ضجاً يا ولينا وويلاه عنا تروحوا من بعد وصيت بينا وحسين يسترجع بس يدير بالعين فرن حواسر والإزر في الحال طاحت والكل على حسين شبحت والروح راحت وتجلدت زينب على الشدة وصاحت بعدك يا خويا هالحراير تلتجي وش البصر كيف البصر لو شلشل الليل بظلام وكلها حريحة وكلها حراير ضايعة وعدها يتامى وهالعسكر الجرار ما ندري مرام ياهو اليصاليها تريد رجال ظفرين يا حسين انا وياك كل شدة اصالي بقوة عزم ما دام عايل لك قبالي ولو رحت يا ابن امي انا شي صير حالي ما ينوصف والله وعدوانك ملحدين وحسينا وويلاياه قالها يا بصبر حيدر تلقيها النوايب كعبة وصفيتي للرزايا والمصايب سلب وسبي وتشهير ما بين الأجانب وبهالحريم وروسنا الكوفة تطبين وويلاه قالت صبر مالي بعد اهلي على فرقاك يا حسين خذني للقبر يا اخوي وياك وويلاه بهالبر تضيعنا وللشدة ذخرناك قبلت نحرة وصاحت الله وياك يا حسين ويلي لمي لزمي الخبي قلها وجمعي شمل العيال بار العليل وسكتي ضجتها الأطفال أدري العدو يا مخدرة ما يرحم الحيال عنها مشي وخلى قلبها يصير شطرين قيل أنه التفت بأبي وأمي في النساء فلم يجد ابنته سكينة سأل عنها قيل هي في الخيمة تبكي فأقبل إليها نظرها فإذا هي جالسة واضع رأسها بين ركبتيها وهي تبكي جلس عندها أخذها ضمها إلى صدري بني لم تبكين يا نور عيني قالت كيف لا أبكي وأراك قد استسلمت للموت قال بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين
قال إت إن كنت تعلم أنك تقتل فردنا إلى وطن جدنا رسول الله. فضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع وويلاه ومصيبته سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام مني الروح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة نسواني. فلما أراد الخروج التفتت إليه أبمسح على رأسي واصنع بي كما تصنع بالأيتام فإني بعد ساعة أصبح يتيما لا أجد من يمسح على رأسي سوى سياط بني أمية. أيوا مصيبتاه وحسينا. فلما أراد الخروف فلما أراد الانقلاب إلى الميدان أقبلت إليه طفلة صغيرة لآل عقيل تعلقت بأذياله عم حسين خذني لأعمامي فقد وعدوني منذ الصباح بالماء ولم يرجعوا وأنا عطشانا. قال بني أنا ماض إليهم أخبرهم بعطشك. قالت عم حسين تمضي وترجع ذاك يطول علي ولكن خذني معك إليهم. قال بني إن أنا أخذتك فمن الذي يردك إلى الخيمة؟ أقبلت زينب أخذت الطفلة أبعدتها عن ردتها إلى الخيمة. الحسين ركب جواده ومشى خطوات نحو الميدان وإذا بالصوت من خلفي أخي طفلي هنا يا نور عيني. التفت إلى أخته ما تريدين أخي زينب؟ قالت انزل من على جوادك اكشف لي عن صدرك ونحرك. ففعل ما طلبته من قبلته في صدره شمته في نحره ثم وجهت وجهها إلى المدينة قائلة السلام عليك يا أمه يا فاطمة أمانة أديت وديعة ردت. قال الحسين أخي زينب ما تعنين بهذا الكلام؟ قالت اعلم لما حضرت أمنا الوفاة دعتني إليها قبلتني في صدري شمتني في نحري قالت هذه أمانة مني عندك وديعة إذا نظرت يوم عاشورا إلى أخيك الحسين وقد استعد للموت الذي لا بد منه
فقبليه عني في صدره شمي في نحره. فلما سمع الحسين ذلك اختنق بعبرته: أيوا فاطمتا وحسينا ومصيبتا، أجركم الله. فلما نظر الأعداء إلى الحسين مشغول بنفسه وعياله صاح لعين منهم: ويحكم، احملوا عليه ما دام مشغولا بنفسه وعياله، وإلا لئن فرغ لكم لم تمتز ميمنتكم عن ميسرتكم. هاجركم الله، فرموه بالسهام وأقبلت كأنها رشق المطار، حتى اخترق بعضها بعض أزر النساء، فتصايحن وقد أرعبن. فأمرهن الحسين بالدخول إلى الخيمة، ثم ودعهم في أمان الله في دعة الله. أخي زينب، الوداع الوداع، الفراق الفراق، هذا آخر الاجتماع والملتقى عند جدنا رسول الله وأبينا علي وأمنا فاطمة. صاحت في أمان الله: يا نور عيني وشقيق فؤادي ومهجة قلبي. فأقبل يحمل على القوم وهم يفرون من بين يديه، كلما شد فيهم حتى أحدث فيهم مقتلة عظيمة. أجركم الله، يقولون التفت اللعين شمير إلى ابن سعد قال: يا ابن سعد، لئن قاتلنا الحسين هكذا لأتى على آخرنا. قال: ما نصنع؟ قال: يا ابن سعد، الرأي عندي أن يفترق الجيش عليه 4 فرق: فرقة بالسيوف، وفرقة بالرماح، وأخرى بالسهام، وأخرى بالحجارة. أجركم الله، فافترق الجيش على الغريب وأحاط الجيش بالوحيد. وحسينا يا ولي دار العسكر، على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف، وبياض العين بصبيها يتدور، تلقن بالها حسين بوريده، نوب بالضلوع ونوب بيده، تلايم غيمها وثقل رعيده، بالزانات فوق حسين تمطر، ثقل ما يندرب نشاب همنين، يجي وزانها يخطف على العين،
سهم بيده وسهم بحاجب العين يا ويلي وفغرت روحه من الحر صار شبيح بيه من المنية ألف نبلة يا ويلي وتسعمية وقف تبتنا بالغاضرية وزور ارماحها شابح عيب ينطار وويلاه فلما اكثروا فيه الجراحات واعياه نزف الدم وقد اقضه العطش وقف السبط يستريح قليلا يا الله أجب يستريح حسين ساعة ضعف حيلة وثقل بالسيف باعة ورن الحجر من وجهه بشعاعة وويلاه ودم مثل ما العين فجر يا الله يا رسول الله يا علي يا فاطمة يا حجة الله شال حسين ثوبه يمسح الدم لن سهم المثلث ناجع بسام وويلاه ابقى قلبه وقع ابقى قلبه أراد الحسين أن يستخرج السهم أراد أن يستخرج السهم من أمامه ما قدر يقولون فانحنى على سرج قربوس الفرج الفرس ضغط بقواه على السهم حتى استخرجه من قفاه فما خرج السهم إلا بثلث كبده فانبعث الدم كالميزاب وضع الحسين كفه تحت الجرح فلما امتلأت دماء رمى بها نحو السماء قال قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله
اللهم اشهد عليهم فإنهم يقتلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي فيهم غيري يا الله. ثم وضع كفه الثانية تحت الجرح فلما امتلأت دما صبغ بها شعره ووجهه ولحيته وهو يقول هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأقول يا جد قتلني فلان وفلان هاجركم الله. هنا في رواية يقولون أن الفرس هيأ له النزول إلى الأرض بكل راحة، ولكن غيرهم يقول أن الحسين هوى إلى الأرض صريعا على خده، وحسينا وسيدا ومظلوما يا هاجركم الله. فلما هوى على الأرض صريعا صار فرسه يحوم حوله، صار فرسه يحوم حوله يصبغ شعر ناصيته بدمه، وحسينا وأقبل نحو الخيام محمحما يصهل صهيلا عاليا يقول إمامنا الباقر كان يقول في صهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنتي نبيها يا الله. فلما رأينا النساء سرجك ملويا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وإلى مصرعك مبادرات وبعد العز مذللات. وحسينا وإماما تعال يا مؤمن اسمع ما يقول ما ينقل عن الحاج هاشم الكعبي هذا الشاعر الموالي صاحب قصيدة صاحب القصيدة المعروفة يا من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل. يقول كتبت قصيدتي فلما وصلت إلى قولي وأدبر ينحو المحصنات حصانه ينحو ومن عظم المصيبة يعول. فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. يقول هنا توقفت وحرت كيف أصف حال زينب وبنات علي وفاطمة
لما أقبلنا عند جسد الحسين يقول فلما كانت تلك الليلة نمت فإذا أرى في المنام قد أقبل علي نور يتلالى فخاطبني صوت امرأة تقول لي يا هاشم اكتب قال قلت وما اكتب قالت اكتب فواحدة تحنو علي تضمه واخرى عليه بالرداء تظلل واخرى بفيض الناحر تصبغ شعرها واخرى لما قد نالها ليس تعقل واخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى تفديه واخرى تقبل فسألتها من انت قالت اما عرفتني انا ام القتيل ام الذبيح ام العطشان. يعني بهاللحظات مولاتنا الزهراء كانت حاضرة وتنظر ما جرى على ولدها وفاطمة وحسينا. أجركم الله جلسنا حوله يبكينا وينحب التفت الرباب إلى يا ابنتي سكينة يا ويلي قعدا يما ابو اليمة ينحبن تعدد الهن وهن يبجن الرباب تصيح بالله حال الاطمان وانت بجي يا سكنة لا تفيد ترين يا سكنة ساعدي عمتك على النوح يا سكنة شوف ابوك حسين مطروح وكل ون اليونها تشعب الروح يا سكنة ساعدي عمتك على النوح تراهي طايحة يا مراس الحزين. أما زينب فتخاطب ابنة أخيها تقلها سكنة يا عم خلني جعدة ما بيني وبينك نسندة بل جايت يفك عينا وننشدة يا جرح ما ذيه ومضهدة بل جت نداويه ونشدة جاوب سكينة تقلها عم يا زينب اذقلها عم يا عم شلون قعدة وسهم الذي واقع بكبدة وحسينة. أجركم الله شيعة محبين مواليين هنا فتح الحسين عينه ورأى زينب وبقية النساء من حوله قال أخي زينب لقد كسرتي قلبي وزدتيني كربا فوق كربي أخي زينب عودي إلى الخيام واحفظي لي عيالي والأطفال. قالت أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسكت لك أطفالك
لو ان الموت يرضى لنا بدالك جنا نروح كل احنا فدالك. عادت زينب الى الخيمة اجركم الله، لكن يقولون بعد قلبها ما طاوعها تقعد والحسين على مثل هذا الحال. هدأت النساء في الخيمة وأمرتهن بالجلوس وعدم الخروج منها يا آجركم الله، وعادت هي تتعثر بأجساد القتلى حتى وصلت إلى جسد العزيز، بقيت عنده سويعة. يقول الرواية فإذا بالصوت بين كتفيها وقائل يقول لها قومي عنه وإلا قتلتك معه. التفتت فإذا هو شمر اللعين. آجركم الله. تقول الرواية صارت تخاطبه ما تريد أن تصنع بأخي، إن كنت عزمت على قتله فاقتلني معايا. قال ويحك قومي وإلا ضربتك بالسيف وقتلتك معايا. فلوعها بصوته ومصيبته بصوته وضربها بكعب رمحه حتى أبعدها عن الحسين وأقبل قبض على شيباته. فلما نظرت إليه زينب أقبلت تدافعه يا شمر شيل السيف عن باقي هلي، هذا شمامة الهادي وفاطمة ومهجة علي بعد أخويا يوبيض وين أولي وبعد أخويا حسين ما عندي ولي. فجذبت السيف من يد اللعين فأدركها صار يلوعها بالصوت حتى أغمي عليها. آجركم الله. شيعة محبين. وأقبل اللعين فتربع على صدر الحسين. وحسين وقبض على شيباته ثم أن اللعين قام من على صدر الحسين وأكبه لوجهه ومكن البتار من نحره. وحسينا فتك العصفور بالصقر فيا للعجب ذبح الشمر حسينا غيرة الله اغضبي. أجر يا علي أجرك الله يا علي بعالي الرتب يا الله يا الله. يقولون هنا انتبهت زينب من غشوتها نظرت وإذا برأس الحسين على رأس رمح طويل.